سيطال احد الاسماء التاريخيه البارزه في تاريخ الهلال الاحمر الجزائري من جيل اخر سبق هذا الجيل، هو السيد نباش جمعي. سيد نباش جمعي عميد الهلال الاحمر الجزائري. نصفق جميعا لهذا الاسم التاريخي عبر المنخرطين والمتطوعين والقادة منذ التأسيس سنة 57 وقبله في الجبال في معاقل جيش التحرير الوطني إلى غاية الآن للأسماء التي كانت تقبل على العطاء على التطوع على الخير في كل ربوع الوطن، من بينها طبعا سيد جمعي نباش المشعل من رئيس سابق إلى رئيس حالي. ربي يطول في عمرك ويفرحك بصحتك ويبارك لك في الولد. حبيت فقط نذكر من الجزائر فخورة لأن في 1971 كان اجتماع في الجزائر العاصمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري، وفي آنذاك استدعى كل المنظمات التحريرية الإفريقية. الجميع